يتنافس لاعبون حول العالم للعب في كبرى الأندية، وهو حلم أي لاعب أن يتدرج من فريقه المحلي ليصبح يوما من الأيام أحد نجوم العالم في اللعبة الأكثر شهرة. ولكن في بعض الأحيان طريق الشهرة لا يكون سهلا. اليوم نستعرض عليكم أسماء أصبحت علامات فارقة في عالم الكرة المستديرة، ولكن بدايات هؤلاء كانت تحمل صعوبات، حتى أنهم رفضوا من أندية عربية قبل شق طريقهم نحو النجومية. والبداية مع النجم المصري محمد صلاح. صلاح الذي لفت انتباه الجميع مع فريق المقاولون العرب ليعرض وكلاء اللاعب خدماته على نادي الزمالك. رئيس الزمالك حينها ممدوح عباس رفض التعاقد مع اللاعب بداعي أنه لم يكن يملك المؤهلات لارتداء قميص الفريق الأبيض، وقال أيضا أنه مجرد لاعب عادي. وقال عباس صراحة: صلاح لاعب يحتاج لكثير من العمل، لكنه لاعب كبير. أما من يعجبني حقا فهو محمد النني. لتبدأ بعد ذلك رحلة صلاح مع نادي بازل السويسري، ومنه إلى تشيلسي ثم الدوري الإيطالي وصولا إلى ليفربول الإنجليزي. نجم آخر رفض من نادي عربي، وهو مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني الفرنسي فرانك ريبيري. ريبيري قدم إلى نادي النجم الساحلي التونسي للاختبارات في فترة تواجد المدرب عمار صويح سنة 2001، قادما من فريق فرنسي مغمور اسمه بولوني سيرمار. السويح حينها قرر عدم الاحتفاظ بريبيري مبررا قراره أن المهاجم قصير القامة وإمكانياته البدنية متواضعة. ريبيري انتقل بعد 3 سنوات من رفضه في تونس إلى ميدز، ومن ثم إلى جالاتا سراي التركي ثم أولمبيك مارسي، أين سطع نجم الفرنسي الدولي. أما نجم منتخب نيجيريا نوانكو كانو، والذي كاد أن يصبح لاعبا لنادي الزمالك سنة 1993، كانو لفت أنظار إدارة الزمالك حين شارك مع منتخب نيجيريا للشباب في بطولة الناشئين في مصر. سافر عضو مجلس إدارة الزمالك إلى نيجيريا لإتمام صفقة التعاقد مع الثنائي نوانكو كانو ومواطنه إيمانويل أومينيكي، ولكن بسبب تحديد عدد اللاعبين الأجانب أجبر الرجلين على اختيار أحدهما، فاختار مسؤولو الأبيض التعاقد مع إيمانويل مفضلين إياه على كانو. أما الجزائري إسلام سليماني لاعب ليستر سيتي الإنجليزي فكاد أن ينتقل لنادي الإسماعيلي المصري بعد مواجهة جمعته مع شباب بلوزداد الجزائري. الإسماعيلي المصري طلب تحديد سعر اللاعب لإتمام الصفقة، لأن فريق سليماني اشترط مبلغ كبير رفضه الإسماعيلي المصري. إسلام بدأ بعد ذلك رحلته في الملاعب الأوروبية، وكان ذلك عن طريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومنه للدوري الإنجليزي. نختم مشاهدين بالمهاجم المالي موسى ماريغا، مهاجم هداف بورتو البرتغالي. ماريغا انتقل للترجي التونسي في يوليو 2014، لأن اللاعب لم يشارك في أي مباراة مع الفريق مكتفياً بالظهور الودي. إدارة الترجي حينها بقيادة المدرب خالد بن يحيى قررت الاستغناء عن خدمات المالي والاحتفاظ بالكاميروني يانيك نيانغ بدلاً عنه. ماريغا انتقل بعد ذلك للدوري البرتغالي عبر بوابة فريق ماريتيمو ليصطع نجمه المالي بسرعة، حيث قرر بورتو ضم اللاعب ليقوده للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 5 أعوام.